اسمك ايه؟ طارق. فهم اتشرفت. وانا بشرى. براح والنبي براح براح لتقطع الاغنيه. الله 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 الله. ماما اطلع. ماما ايه؟ اطلع بره. ايه يا عم؟ اطلع بره. احب اعرفك دلوك انت واقف مع مين. ايوه يا عم مع اهل البت دي. انا ما اعرفهاش. طيب دي امها. انا خالها. اهلا وسهلا. خد حضرتك ولا مالك رجالتهم. انت ايه بقى حضرتك؟ انا ماشي. هي اللي ندهت عليا بس بست عليا قالت تعالى شوف. رجالت لك ايه؟ ليه انت قطه تبسبس لك ازاي يعني؟ هو ده اللي حصل يا عم الحاج. يعني ازاي حصل ايه؟ ما تبحلجلوش صالح. ما تبحلكش يا صالح. النبي عم الحاج خلاص اقف. ما تخافش وما تعملش اي حركه. حضرتك تتحرك يمين شمال هيجيبوك. انا اقول لك على اللي حصل بالظبط. قول لي اللي حصل بس بالحرف الواحد. قوله حضرتك. انا جاي من هنا كده. قول. الاناسه دي راحت من بسبسالي قلت لها انا. قالت لي اه تعالى بعد اذنك عايزك. انت اسمك ايه؟ اسمي طارق يا باشا. طب تقول لك بسبس تيجي؟ يعني تقول لك بسبس تيجي؟ هي عملت كده وانا بصيت عليها. وبعدين بتاع كاظم الساهر سافف. كاظم مين؟ كاظم الساهر سافف ولا الساهر. كاظم الساهر. اه كمان قاعدين تسمع شريط كاظم الساهر ده بايظ يا عم الحاج. بقول لك ايه يا صالح؟ ما تبحلكش يا صالح. اوقف اوقف يا اوقف. مالكش دعوه انت خالص. اوقف. عاجبك؟ ما عاجبنيش ابدا. راضيه؟ لا. يتقتل؟ هو مين ده؟ يتقتل. هو مين يا حاج؟ مين اللي يتقتل؟ مين يتقتل؟ مين؟ ما هو ده عار. ما تقول لهم انت. مش انا بقول الصح كده؟ اقول لهم الحقيقه يا طارق. طارق انت ازاي تقعد في عربيه ما اعرفهاش؟ ده الشريط ده بتاعه. قالت لي سافر. خديه هو بتاعك. خد يا بنتي. بقول لك ايه يا عم الحاج؟ انا ماليش دعوه بيها وما اعرفهاش. شمال يمين ما تكذبش. ما اعرفهاش والله. ما اعرفهاش. ايه؟ ما اعرفهاش. صالح ما اعرفهاش يا صالح. صالح خلاص ما تبحلكش. استاذ صالح ما اعرفهاش. خلاص هيجيبوك لو انت في بطن امك. لا يا عم الحاج انا بكلمك. انا مش هاجري منك ولا حاجه. انا بكلمك. لا اوقف وكلمني يا عم الحاج. انا جاي من ناحيه دي كده. انت جاي من ناحيه دي. الانسه واقفه هنا قالت لي قلت لها انا. قالت لي اه. انت قلت له بس. ايوه قولي له الحقيقه يا سيد. انت قلت له ما تقولي له. ايوه الحقيقه. حقيقه مش اللي انا بقوله. هو ده الحقيقه. بتقول طارق يا عم الحاج. سالتني دلوقتي وانا بطلع الشريط. قالت لي انت اسمك ايه؟ ما تكذبش يا والله اللي انا بقوله لك هو اللي حاصل. ما تقولي له يا ست. شريط ايه اللي كنت بتطلع؟ شريط حاج بتاع كاظم الساهر. وريني كده. اهو يا عم الحاج خدوا شريطكم. ماليش دعوه ولا بقى حاجه. طب ده مش شريط كاظم الساهر. امال شريط ايه يا عم؟ هاني شاكر. اهي غلطه. اهي فعلا غلطه ان انا وقفت لك ودخلت العربيه عشان اطلع لك الشريط. يا بنت قولي الحقيقه. قولي له. قولي لخالك الحقيقه والنبي. قولي له. قولي الحقيقه. قولي له. قول لهم الحقيقة يا طارق. يا دي المصيبة على طارق وسنين طارق. عاجبك؟ لا طلي مش عاجبني. طب ايه اللي نعمله؟ يتقتل يعني يتقتل. ليه يا حاج بس يتقتل؟ ليه يا عم الحاج؟ ليه؟ طب اقول لك على حاجة. قول يا اخوي. قول. اقول لك على حاجة. قول يا اخوي. يتجوز البيت. يتجوز. يتجوز البيت. اتجوز يا اخوي وابركي. يا ست هو مفيش حاجة حصلت. يا ست كل ده. هتتجوز يعني هتتجوز. طب انا اقول لك على حاجة. بدل ما تروح في داهية. هتتقتل. هقول لك على حاجه يا ست. طيب اسكتي بقى. مش ست مش هز. تتجوز. اتجوز. حاضر يا عم الحاج. همشي كلامك. همشي كلامك. خلاص انت لو بنت انا طيبه ومتحلاه خلاص هتجوزها يا عم الحاج. بصي بس بصي بس بصي بس هتصور من غير ما تحس. جستانو بيترانو ابروز ستيتي جاز. هنبدا الاختبارات. اول حاجه الغنى. اتفضل. غنى ايه بيه؟ حضرتك تغني. انا اغني ولا ادب يبدو في المدرسه. حضرتك لازم تغني لان الوراثات الجينيه بتنتقل للابن فلازم السنيوره تطمن على ابن حضرتك. غني يا طه. حضرتك لو ما غنيتش هترفض الوصيف. هو اي دمعه حزن لا اي لحظه حيره لا عايشين عايشين سنين احلام دايبين دايبين في احلى كلام. كويس كده مين؟ الرياضة مهمة جدا زي ما السنيور قال. حاول اي حاجة كده ودي اي حاجة عشان تخلص من الدور. اسمع كلامك. مستحيل طبعا ان انا راح اطلع على العجلة وخلينا اقعد العب رياضة عشان خاطر بقدم لابني اجي العب رياضة. بس كده
مستحيل كده يا بيه. في ايه بالظبط؟ انت رجعتي ليك الغيبه يا براد. كلمه سينيور، كلمه سينيور، كلمه سينيور، كلمه سينيور. رد راسي يا طه، استحمل شويه. ارجوك يا مدام، انا بس سكوزه حضرتك مش عارفه ايه، بس قولي لها سكوزه. مستحيل طبعا انا سكوزه. ايش عشان ايش عشان طبعا كده كويس خلاص. السينيوره هتغير لكم التمرين خالص عشان ما تتضايقوش. دي راستر سكوزه سينيوره. اتفضل مستر طه. الحمد لله. ايه ده بي بامبرز؟ بامبرز ايه؟ عشان حضرتك تمرين. عملت دي تمرين، اعمل تمرين تاني. اتفضل حضرتك. مش هعمل تمرين تاني انا، ومش عايز اقدم لابني خالص من الحاجات دي. ضروري على فكره ده. دي براش دي كتير بتقول ايه دي؟ يعني ايه يا بيه؟ طيب يعني ايه؟ السنور بتقول ده انت بتعمل انا اختبار شخصي ولا بتعمل ايه اختبار شخصي؟ طيب. انا داخل اصلا الجيش انا ولا طه؟ طيب استحمل. بيتري كريستيان. اوكي كلمة 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 سنور. امسك يا بيتري كريستيان. بيتري كريستيان. ايوه اتفضل يا بيه. برافو برافو برافو. انا واقف جنبك يا مدام، حاول حضرتك. ما تنفذهاش يا طه. مدام تاها 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 تاها. لا حضرتك سوري سوري هاتي. انا مش عايز اعمل رايبه خالص اصلا هنا. انا مش عايز اقدم لابني. سيب ساعتك بتاع دي، سيب دي خالص. انا مش عايز ابني هنا. مش عايزين مدرسه دي. هات السيف. هات السيف. يلا يا مدام. يلا انا هقول لحضرتك على حاجه، هقول لحضرتك على حاجه. يلا مش ما ينفعش مدرسه كده. طب اتفضل بس اتفضل. في ايه؟ خلصينا من الدور ده. هتقدم لنا ولا مش هتقدم لنا؟ المدرسه دي يا بيه انت فين الراجل اللي كان هنا واخد الدوسات دي؟ فا بيه سيدي ورا. ايه ده يا ده؟ دي في بوشتات. مستحيل طبعا ان انا اعمل الحاجات دي. مستحيل طبعا. هتمضي حضرتك؟ مش عايز امضي، مش عايز ابني يروح المدرسه دي. تا تا لا تا تا ايه مش تا تا؟ بيتي لسه تا تا. تا تا انا بقول له تا تا في البيت. مش تا تا ليش تا تا؟ مش بتاعتها اليوم دي بركتاني. وقفتي حالنا اصلا، ما ينفعش اللي انت بتعمليه ده. انت تبع الترينات دي مدرسه دي ولا جنود حيوانات ولا ايه الموضوع بالظبط؟ فين الاستاذ اللي هنا اصلا بعد في الاوراق دي؟ ام دي الورق عشان نمشي. انت ربنا من ثلاث ثانيه يا نبي اسعد باشمهندس، تعالى خلصنا الموضوع ده. لا فاهم حاجه ولا مدير ولا فاهم اي حاجه. ايه ده؟ احنا جايين اختبار قاضي هنا ولا جايين اختبار ايه؟ ولا جايين مدرسه ولا جايين رياض اطفال ولا جايين ايه الموضوع بالظبط؟ في ايه؟ انت مجنونه؟ ايه الجنان اللي احنا فيه ده؟ بيت التيشر ستاتي تيتا تيتا تيتا. انت اصلا عارف اللي بيقول ايه؟ بيت العسكري روح شوف اللي بردني على الثاني. ايه ده؟ لا خد الرجال خد الرجال خد الرجال. دايما في ايه؟ في ايه؟ خيري بروشن دي شبيشن شباني ايه يا ريت تعرفوا نفسكم يا سنيورة. مدام زيزي؟ مدام زيزي؟ سيد سيد واضح ان ما تسمعش كويس، عايز اسالك شويه. سيد هنبدا اول اختبار الغنى. هتتفضلي حضرتك ولا الاستاذ؟ غنى من ضمن الشروط ده حضرتك؟ يا ادوانداتو في البركه مين اللي يغني؟ انا ولا هو؟ حضراتكم انتوا الاثنين. احنا الاثنين؟ ايوه. طب ليه؟ طب الفرد لما بنعرف طب نغني يعني نغني نقول ايه؟ بربورتاتي بركاتا خشي بركه دي برسني يا عربي انجليزي اللي رايح حضرتك. بس اغني ايه؟ اغني ايه؟ انسى عجرم ولا اي حاجه؟ انسى عجرم مش حافظاها. انت حكي لي على بالك. حبيبي قرب بص 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 زعلان ازعل ازعل نص نص بس مش عارفه حاجه. دي تعجبك يا مدام؟ دي تع دي تع زيزي زيزي شكرا زيزي.
يس شاي جيجيك يس يبيوريتي رانينو فيكيب مش بفهم مش بفهم الا عربي بيش فارتي الغورتي برني هديتو انجليزي عربي انت سايبنا محتاسين كده يا استاذ زخاري عمال اتكلمنا سالت حاجات كتير قوي مش فاهمين مدام جيجيتا يا مدام جيجيتا يعني انت اللي حاجه العجله دي دكتور يفك برج برج كان استريتي رانو جرب يا سيد مش معقوله يعني مش معقوله عجله انا بعد ما شاب بعد السن ده كله اركب عجله ربنا انا مش مقتنعه خلي بالك كل ده في صالحنا يعني دي نقاط في صالحنا اشتري هنا اشتري قول لي ازاي ازاي مدام جيجيتا زادت وانا كمان لا 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 انت فوجي اني اريد مرسي مرسي بتهنيكي على اختيارك لجوزك بتشكر فيه لانه رياضي جيجي تاروكي جيجي جيجي وان 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 تي رول تو بري يا مستر والنبي ربنا يخليك ما تسيبناش لوحدنا تي بارش انا مش معقوله يعني مش معقوله ايوه مش معقوله احنا كبرنا يا شغلانه يعني كبرت ايه شغلانه يعني بتي رول رول شغلانه بتي ترجم روبرت ستاكس ايه عشان كده الحمد لله ان احنا فهمنا حاجه يا استاذ زخاري قول لها حضرتك ان ده راجل رياضي مش محتاجه انها تعمل كل الاختبارات دي هكي بوري تاني كده برافو دي برن في حكايه في ايه تاني انا اتخضيت معقوله هي بتخضنا كده ليه مش استاذ زخاري سيبرات رسالة يا يا ايه دي كمان بيتر معقولة يا بوريتوروني يا سيزي اللي خلاك عملت اللي قبل كده اعمل دي خلاص بقى وخلصنا ترابو كمان ترابو ترابو برافو برافو يا استاذ زخاري ايه دوق من منين فين الاستاذ زخاري كرستانو بيبو جاستان يا استاذ زخاري من فضلك قول اذا كان في حاجه تاني وتر اشتكي بعد وتر اشتكي وتر يا ست عرفتينا يا اسكندريه انا ما اعرفش الا العربي الكلمتين اللي اتعلمتهم في ايام الجامعه نسيتهم مش معقوله كده عرفتينا تعبتينا فين العفريت بتاعك ده راحه تندهله ان شاء الله هتموت وهي بتندهله ايه ده راحه فين دي في ايه اخصمك واسيبك لا انت حبيبي ومنيا اللي دوبني والبعد عن هوايا بيت اخصمك برافو 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 حسن حسن يبرو تشوفوش السنور عايز تسمع حضرتك وتقول يعني جبار في اسوته جبار هيا بس فيه رانيرا فيك فار وانتو 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 مكاني حضرتك مش حافظ الكبار كمل اغنية لبالك خدعتني ضحكته وخانتني دمعته وما كنتش اعرف ان النهاردة في ايدر عيون دي تقدر تخون بالشكل ده هيكو بيتر هاتو برافو هاتو باتو راكي ربالي هاي مستر زخاري يوريكو بيتو فيديو ده باستينو من هنارو مبي هنارو زخاري بيتر عشان هيدو ريبو بيشو سيبا نادو يتروزن نور ريبورا بيرانو فوف فضل مستر سيدي فضل ايه ادي فر يا طب الاختبار ده للبنت الصغننه هي اللي تعمل كده للطفله مش انا حضرتك الاساس مش الطفله ارجوك ما تزعلش اتفضل ده تمرين مصر قوم يا ربي يخليك بقى هاتي يا خري تي سينيورا سنة برانتو ايه ده المرحله الاخيره طب ده كده عيب بقى بجد عيب لا 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 كده ما ينفعش انا مش هعمل حاجه زي كده لا 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 مش معلش عشان خاطري انت جننتي دي ممله معلش برافو برافو بايخه وبارده قوي والله قلتك سودا لو طلبت حاجه ثانيه انا قلتك سودا ايه انت مش فاهمه خالص طب انت دعاء صراحه دعاء زفته دعاء دعاء زفته
زفت. ايوه دعاء زفت على دماغك عشان زفت اساسا على دماغك انت. ده انت ايه ده يا خالد؟ يا خالد يا خالد مش زخاريا هيجيب ايه الزخاريا بتاعك؟ مش زخاريا مش زخاريا في حاجة؟ علوان 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 مين؟ علوان الغالي. الغالي مين؟ علوان حبيبي. مين علوان ده؟ بقالنا سنتين بندور عليه. بتدور على مين؟ أبوسك في دماغك. أبوس مين؟ أبوسك في خدك. خد مين؟ يا علوان يا غالي. علوان مين؟ يا غالي يا ابننا يا حبيبي. ابنك؟ دوبتنا ودوبتنا لف عليه. علينا فين؟ أبوس دماغك. علينا فين؟ أبوس دماغك. أنت جيت مصر اتذكرت لنا خالص؟ انا معرفكوش. ما تعرفش مين؟ تعرفش امك حبيبتك؟ هم مين حبيبي علوان؟ هم مين علوان؟ ولد هم مين؟ ولد. متزقش امك كده ايه؟ متزقهاش ايه؟ طب بشرة الحلوة دي القمر اللي انت خطبتها؟ خمار عمري ما شفتها دي. بشرة؟ بشرة مين دي؟ بشرة القمر اللي انت كنت تقول احبها اموت فيها يا عم. بشرة نفسيها انا معرفهاش. ما تعرفهاش؟ لا ما اعرفهاش. تعرفش خالك عبد ودود؟ خالي مين وبتاع مين؟ اخص عليه. انا اعرفكوا ولا اعرفه ولا اعرفها. تعرف مين؟ ما اعرفكوش. ما تعرفش بشرة؟ بشرة مين وام مين وخالي مين؟ يا غالي يا جم... يا قمر انت. قمر مين دي؟ دي اللي كنت بتقول عليها حبيبة عمري. هي دي؟ دي؟ انا ما اعرفهاش دي مين؟ احنا عيلتك يا علوان. ايه؟ احنا عيلتك. عيلتي منين انتوا؟ احنا عيلتك. عيلتي منين؟ اهلك. لا اهلي منين؟ امال اهلك فين؟ اهلي؟ ايوه اهلي قاعدين هناك. هناك فين؟ في البيت. ما احنا اللي قاعدين في البيت. لا. هناك. امال في البيت هو؟ اهلي ساكنين هنا في عين شمس. فين حته؟ في عين شمس. مين دول؟ اهلي. احسن مننا؟ ايوه احسن منكم اللي مربيني. انت عندك كام سنه يا علوان؟ عندي 18 سنه. بالظبط يا علوان. ايه بالظبط؟ ايه بالظبط يا ولدي؟ بالظبط ايه يا عم الحاج؟ انت بالظبط يا غالي. انت عايزين ايه بالظبط مني؟ في ايه؟ ايه اللمه دي؟ في ايه يا عم الحاج؟ جايين بندور عليه بقالنا سنتين بندور عليه مش لاقيين. لا بقول لك ايه، انتوا كلكم على الواد ولا ايه؟ الناس عايزه منك ايه يا علوان؟ علوان مين انت التاني؟ والله ايه ده، انا محمد. انت معاه ولا معاه؟ طب انا غلطان اللي جاي اقف جنبك. يلا ادي راجل ماشي اهو. جالي قال اسمك ايه؟ علوان. بس انا مش فيش علوان والله، اسمي محمد عبد الجواد. اسمك ايه؟ محمد عبد الجواد. طب امك ذنبها ايه؟ امي مين دي؟ يا علوان حبيبي واحد. لا هواي يا ولد حبيبي. يا حاجة ابو دماغك بعيد انا ما اعرفكوش. طب استني يا اختي. قلبي بيستخدم عليك يا ولد. ما تزقش اختي، ما تزقهاش. كل ما تزقها بتقطع في شرايين قلبي. طب انا اعمل لكم ايه؟ بتزعق ليه يا واد انت؟ انا ما اعرفكوش وجاي تتبلى عليا. اخس يا علوان، اخس يا علوان. علوان مين؟ اسمي محمد عبد الجواد. طيب علوان مين؟ خلي رشوان يبوسك. بوس يا رشوان. رشوان مين ده؟ انت ده قريبه. انت خلاص يا رشوان. خلاص يا رشوان خلاص. انت مش عاجبك حد خالص من قريبك؟ انتوا في ايه يا جدعان؟ طيب مهران يبوسك. مهران مين؟ الصحو. خلاص خلاص يا مهران، خلاص يا مهران، خلاص يا مهران. ما تضايقوش، انا هقول لك على حاجه. أوه. انت واد كويس وطيب وابن ناس، احنا عيلتك واهلك وناسك، ليه تغضبنا منك؟ انا ما اعرفكوش والله ما اعرفكم. عايز اقول لك على كلمه سر. قول. خلصنا. عايز مني ايه؟ انت خايف ليه يا واد؟ يا واد انت صعيدي وراجل. سعيدي مين؟ انا ما اعرفكوش. عايز ايه مني؟ هقول لك على كلمه سر. أوه. تحطها في عبايتك وتقفل عليها. ايه هي؟ هديك سلاح وتسافر معاي. سلاح ايه ده؟ لا اها هوريهولك. اها هو ده السلاح؟ هو ده السلاح؟ هو ده السلاح؟ ايوه